دكتور مزيان مرحبا بك. مرحبا، شكرا. اليوم غادي نتكلموا على موانع الحمل وعلى تاثيرها على خصوبه المراه. موانع الحمل اللي كلشي تعرفهم كنستعملوهم باش نمنعوا حمل، مجموعه ديال الاسباب، اما بالنسبه للسيده اللي ما وجدتش انها تبرمج واحد الحمل، وايضا بالنسبه للسيدات مثلا اللي عندهم يعني كما تنقولوا لي غاكل ديالهم ما تيكونوش مقادين، وباش يقادوهم كيستعملوا موانع الحمل. بالنسبه للسيدات اللي اوبيكا اللي كيعانوا من تكيس المبيض، فماشي فقط السيدات اللي بغاو يمنعوا الحمل، هي عندها مجموعه ديال الاستعمالات. موضوعنا اليوم هو موانع الحمل وتاثيرها على الخصوبه. قبل ما غادي نتعرفوا على التاثير، ما كرهناش نتعرفوا على شنو كنقصدوا بالخصوبه عند السيدات. فعلا، وكاينه شائعه اللي لحد الان بقى لاصقة في الموانع ديال الحمل، انها كتنقص من الخصوبه ديال السيدات. وهذه شائعه لا اساس لها من الصحه. دونك ملي كنتكلموا على الخصوبه اشنا هي؟ وهي القدره على الانجاب. القدره على الانجاب. الخصوبه عندها كيتحكموا فيها واحد المجموعه ديال العوامل. العامل الاول هو المبيضين. علاش المبيضين؟ نفهموا بسهوله ان المبيض ملي كيشتغل غيعطينا بويضه، وهذيك البويضه كتلقح بحيوان منوي باش كيعطينا من بعد حمل الا كان رغبه في الانجاب، او لا من بعد غتعطينا دوره شهريه منتظمه. دوك المبيض فيه الوظيفه ديالو للاباضه، وكنعرفوا ان عنده احتياطي المبيض. وعندنا الجوده ديال البويضات. دونك هذه الجوده ديال البويضات كيتحكموا فيها واحد العدد ديال العوامل، والعامل الرئيسي هو السن. اكيد، مع السن اللي كيرتفع، يعني من 35 سنه فما فوق كتبدا الوتيره ديال الخصوبه تتنقص. فعلا، ولكن غادي تبدا تنقص من بعد الاربعينات. الاحتياطي ديال المبيض كيبدا كينقص، هي مساله فيزيولوجيه. لايماش يعني الاحتياطي ديال المبيض، الهرمون اونتي موليريان اللي كتعطينا به كاملين، يعني عندنا الاحتياطي كنتزادوا به من اللي كتزاد البنت من البطن ديال الام ديالها. كاين واحد العدد المبيضات محدد. أكيد. محدد دون فاسون جينيتيك، يعني الجينات كيتحكموا في العدد ديال البويضات. ومن بعد هذا العدد كتبدا كتنقص تدريجيا حتى من بعد الاربعينات غادي تزيد تنقص. في 45 غتنقص بزاف، كتصعب انني نبرمج حمل. فعلا. وعاد كما قلت عندنا الجوده ديال البويضات اللي كيتحكم فيها بعلاقه مباشره السن. أكيد. البويضه بين قوسين كتشيخ، دونك ما كتبقاش كتقوم بالدور ديالها للانجاب. للانجاب يعني للخصوبه. كتبقى تعطينا هرمونات، كتعطينا دوره شهريه، ولكن الخصوبه كتنقص. يعني جوده البويضه ما تتبقاش زوينه. علاش؟ حيت البويضه ملي كيوقع التلقيح ديالها هي اللي كتعطي الطاقه للجنين باش كيبقى عايش من القرن، حيت تما فين كيتم تخصيب البويضه، مده 5 أيام 6 أيام بين ما الجنين كيشد في الغشاء لداخل الدراحم. وشكون اللي كيعطيه الطاقه؟ كتعطي الطاقه البويضه ديال السيده، لوفوسيت. دونك الا البويضه ما كتشتغلش مزيان يعني كبرت، هنا كنفهموا بسهوله ان كاين يقدر يوقع تاخر ديال الانجاب، او في بعض الحالات الحمل كيتوقف بطريقه مبكره. تكلمنا على الاباضه، جوده البويضات، والاحتياطي ديال المبيض. طبيعة الحال السن من بعد الاربعينات الخصوبه كتنقص، وكما قلتي لماها لورمون اونتي موليريان باش كنعرفوا الكميه الخزان ديال المبيض. وبيناتهم كاين الامراض اللي كتصيب الجهاز التناسلي للسيدات. كاين الامراض التعفنيه وكاين الامراض الغير تعفنيه. الامثله متعدده. الغير التعفنيه هي لوندوميتريوز، يعني مرض ديال البطانه الرحم المهاجره اللي كتنقص مع الاسف من الخصوبه ديال السيدات، اللي كتعالج والسيدات والازواج غادي يحقوا المبتغى ديالهم. تعالج اياه، ولكن تترجع كتمشي فقط في الفتره اللي كتكون السيده فيها حبله، من بعد كتعاود ترجع لانها من الامراض المزمنه. ولكن كاين برنامج العلاج باش كنقصوا من الاحتمال انها ترجع. وعاد كاينين الامراض المزمنه، الامراض التعفنيه مثلا كالميكروبات اللي كنعرفوا كلاميديا ميكوبلاز، وكاينه لا توبيركولوز، مرض السل اللي باقي مره كنلاحظوا عند السيدات. دونك هنايا دونك فهمنا بسهوله الامراض اللي كتنقص من الخصوبه. موانع الحمل الهرمونيه شنو هو الدور ديالها؟ نعم، او علاقتها بالخصوبه؟ علاقتها يعني كنعرفوا للتذكير ان الموانع الحمل فيها اشكال وانواع، ولكن على العموم هرمونات، اي ما كيكونوا جوج الانواع ديال الهرمونات اللي في نفس الحبه، لوستروجين اي ان بروجيستاتيف اللي كيشبه لا بروجيستيرون، او في بعض الحالات كيكون هرمونه وحده ان بروجيستاتيف، يعني غير مركبه. غير مركبه. شنو الدور ديالها؟ الدور الاساسي كنوقفوا
المبيض كنوقفوا الاباضه في ذاك الوقت وكنسطر على ذاك الوقت ديال الاستعمال ديال الموانع ديال الحمل. دونك ملي كنستعملوها ما تتكونش اباضه يعني ما كيكونش حمل، دونك ديك الساعه ما نهضروش على الخصوبه، غير كنوقفوها الخصوبه ديال الازواج وديال السيده كترجع الخصوبه طبيعيه. كاين الازواج اللي الخصوبه ديالهم مرتفعه السيده كتحمل دغيا، يعني كتكون في ديك 25% ديال الاحتمال الانجاب. كاين الازواج بجوج اللي عندهم الخصوبه نازله شويه، خصهم شويه ديال الوقت. دونك هنا وهذا الوقت تيقدر يمشي حتى لسنه دكتور، هنا ملي كتسن ولا ملي الازواج كيتسناو كيكون علاقه زوجيه منتظمه وما كيوقعش حمل، كنقدروا نتسناو حتى لسنه الا كان السن ديال السيده صغير من 36 سنه. نعم. كنقدروا نتسناو عام بين ما السيده تتحمل بوحدها. الا وصلنا عام وما وقعش حمل، هنا كنبداو نتكلموا على تاخر الانجاب اللي خصو طبيعه الحال فحوصات باش كنعرفوا الاسباب. نعم. علاش وقع، يعني الحبوب منيعة الحمل يعني بريئه ما عندها حتى شي دخل يعني وما كتاثرش على الخصوبه يعني بشكل سلبي نهائيا. نعم. وما عندهاش اللي كنسميوه بالفرنسي ان افي غيمانون، يعني استعملناها وحبسناها غيبقى المفعول ديالها خدام. لا، المفعول يعني كيتوقف ملي كنوقفوا الاستعمال ديالها، يعني ما تيبقاش مثلا التاثير ديالها في الدم كيف ما تنقول واحد 15 يوم ولا شهر بحال يعني الادويه الاخرى نهائيا. يعني تنوقفوها فما كاين حتى شي خوف يعني من استعمال لا بيلول. غير هو انا ما كرهتش اننا بما ان تنتكلموا على موانع الحمل نذكروا ان السيدات من 40 سنه غادي يخصهم ضروري ما انهم يتوقفوا على استعمال لا بيلول ويمروا ان اوتر موان دو كونتراسيبسيون، لاننا تنعرفوا الان ان حتى بالنسبه لوزاره الصحه ف والمراكز الصحيه اللي تعطيو لا بيلول مثلا بالمجان فمن 40 سنه ولات يعني كيوجهوهم لواحد المانع يعني مانع الحمل بشكل اخر نستغليه ولا موانع الاخرى. في الحقيقه سي نيونسي سي نيونسي، يعني اي سيده عندها 40 سنه ما نقولوا لها تمشي عند الطبيب باش واش ممكن تستعمل موانع هذا الحمل. علاش؟ حيت سميناهم موانع هذا الحمل ولكن كنعرفوا ان راه كنستعملوها الامراض اللي كتهم الصحه النسائيه من غير برمجه حمل. من غير برمجه حمل. نعم. كاينين امراض خاص السيده من في 40 سنه وما فوق كنكونوا مضطرين نعطيوها الحبوب اللي كنسميوها مانعات الحمل، ولكن راه هي كدواء. تكلمتي مضطرين، انا تنقول السيده اللي ما كتعاني حتى يعني ما عندهاش واحد المانع الصحي باش انها تستعمل يعني موانع الحمل، لانها تتبقى هرمونات في الاخير، فكاينين يعني وسائل اخرى اللي حتى هما يعني ناجعه ويعني وتتعطي يعني غادي يعني عندها نفس المفعول ديال لا بيلول، وخصوصا البنات اللي كيكونوا مراهقات. هذه الملاحظه اللي بانت لي ان الاسر كيخافوا منهم عليهم ماشي كيخافوا عليهم من استعمال الهرمونات. على كل مساله مقننه، كاين بنات عندهم تكيز المبيض، كاين يعني حالات مرضيه اللي كيستدعي استعمال انني نستعمل مانع الحمل. بالنسبه كما تكلمتي على البنيتات اللي باقيين ممزوجات وعندهم بعض الامراض اللي خاصهم اللي كتستدعي انني نستعمل لا بيلول. ملي على حسب، كاينه البنت اللي باقا مراهقه وعندها مشكل هرموني اللي كيستدعي الطبيب يقترح الادويه ديال الهرمونات كدواء. وكاينه السيده اللي تزوجات وباغا تبرمج الحياه الاسريه، هنا نقول لها سيدتي غتمشي لعند الطبيب. حتى البنت الصغيره باش كنشوف واش كاينين موانع لاستعمال الادويه ديال الهرمونات او لا ما كاينش موانع. اي اون ريزون كوم اون دي باغ اليمناسيون سي دو كا باغ كا سي دو كا باغ كا. كنحطوا الوسائل ديال منع الحمل ديال برمجه الحمل كاملين وكنشوفوا على حسب الحاله الصحيه كنشوفوا لا بالونس بينيفيس ريسك، واش السيده نقدروا نعطيوها الحبوب مانعه الحمل او لا كاين مانع، واش السيده غنتكلموا على العازل الطبي. الاولاب عند السيده اللي مازال ما ولداتش كاين تحفظ، كاين اطباء اللي كيقبلوا يحطوا. راه في اوروبا ما كاينش هذاك المانع، حنا غالبا تنقولوا واحد يعني تكون عندك واحد الوليد الاول ولا هذا عاد ممكن انك يعني تستعمل لولب. فعلا نقدروا نحطوا عند السيده اللي يلاه تزوجات، ولكن الا كان تحفظ حيت ربما عندها قابليه انها دير تعفنات اللي تقدر تنقص من الخصوبه ديالها، هنا كيكونوا تفسيرات باش السيدات كيختاروا مع الطبيب الوسيله الناجعه بالتنظيم. وغادي نرجع كل حاله على حده، حتى الكينه ديال منع الحمل ماشي انا جات معايا الاخرى غتجي معايا ولا دارتها جارتي انا غتجي معايا ولا هذا، كل حاله على حده. وحتى بالنسبه للاستعمال ديالها خاصو يكون بوصف طبيه. كنشكرك على التوضيحات دكتور ناديه مزيان متوكل.